ازيك فنم؟ ازي حضرتك؟ والنبي فنم، الناس بتوع الامارات هم جايين من التلات، وهيجيلوا غالبا معاهم توني بلير. فهو توني بلير هيقابل الاربع، يقابل الست الوزير بس غير معلنه، يعني هم بيصروا انها تبقى غير معلنه. تمام. وهيقابل اللي هو محمود حجازي، بس عايز يقابل نبيل فهمي. فممكن ستك نسامة نبيل فهمي على الأربع؟ اه الأربع يعني نقول مثلا فنم، يعني لو ابتدى هو بست الوزير هنا الساعة 10، خد مثلا ساعة، وبعدين راح لمحمود حجازي خد ساعتين، يعني ممكن ناخده احنا قبل المجلس. اه عنده مجلس. اه طب هشوف يا فندم، يعني نقول له فندم حتى لو بس هيقابله فين؟ لا مش هينفع، مش هينفع صح؟ كده يقابلوا فين؟ طيب انا هكلمهم كده واشوف يا فندم. حاضر حاضر يا فندم. تقوم بحاجه يا فندم؟ النبي يا فندم تقوم بحاجه. النبي ابوك يا فندم. وبعدين يعني ما ينفعش ايه يعني مش كنت لسه عارف الحقيقي يعني ولا ايه؟